مرحبا بجميع أصدقاء متابعي قناة فلاش 90 دقيقة. في تحليل وتوقعات مباريات يوم الأحد، اخترت 7 لقاءات من دوريات مختلفة. أول مقابلة الدوري الهولندي الإيرديفيتزي الجولة 22، أياكس يستقبل نيخميخين. ترتيب الناديان: أياكس في الرتبة 5 35 نقطة، نيخميخين في الرتبة 7 29 نقطة، مناصفة مع سبارتا روتردام. آخر لقاء جمع ما بين ناديين انتهى لصالح أياكس الانتصار 2-1 خارج الميدان. ال5 لقاءات الأخيرة لكل نادي: نيخميخن حقق 3 انتصارات هزيمة وتعادل، أياكس تعادلين هزيمة مع انتصارين. أفضل توقع للمقابلة هي كلا الفريقان يسجلان جول مع إمكانية كذلك أن يشهد اللقاء تسجيل 3 أهداف أو أكثر. هما أفضل توقعين للمواجهة. بالنسبة للمقابلة الثانية، الدوري الإنجليزي الجولة 25، شيفيلد يونايتد يستقبل فريق برايتون. ترتيب الناديان: شيفيلد يحتل الرتبة الأخيرة 13 نقطة، مناصفة مع فريق بيرنيلي بنفس عدد النقاط. فريق برايتون في الرتبة 9 35 نقطة، مناصفة مع تشيلسي وفريق ولفرهامبتون. آخر لقاء جمع ما بين ناديين انتهى لصالح برايتون الانتصار 5-2 خارج الميدان. ال5 لقاءات الأخيرة لكل نادي: برايتون حقق هزيمتين انتصارين وتعادل، شيفيلد 3 انتصار وتعادل. أفضل توقع للمقابلة تسجيل فريق شيفيلد هدف أو أكثر، هذا هو أفضل توقع للقاء. بالنسبة للمقابلة الثالثة، الدوري الإيطالي الجولة 25، أودينيزي يستقبل فريق كاغلياري. ترتيب الناديان: أودينيزي في الرتبة 15 22 نقطة، كاغلياري في الرتبة 19 18 نقطة. آخر مواجهة جمعت ما بين ناديين انتهت لصالح كاغلياري إكسترا تايم 2-1 في الكأس خارج الميدان. ال5 لقاءات الأخيرة لكل نادي: كاغلياري حقق 4 انتصارات، أودينيزي انتصار، هزيمتين وتعادلين. آخر لقاء الفريق أودينيزي حقق المفاجأة والانتصار أمام اليوفي خارج الديار 0-0، لذا أفضل توقع أرشح أودينيزي للانتصار والدفر ب3 نقاط داخل الميدان، هذا هو أفضل توقع للمباراة. بالنسبة للمقابلة الرابعة، الدوري السويسري الجولة 24، سيرفيت يستقبل فريق لوغانو. ترتيب الناديين: سيرفيت في الرتبة 2 41 نقطة، لوغانو صاحب الرتبة 5 34 نقطة، مناصفة مع لوزير. آخر مواجهة جمعت ما بين ناديين انتهت بالتعادل الإيجابي 2 في كل شبكة. آخر 5 مقابلات لكل نادي: فريق لوغانو حقق تعادلين انتصارين وهزيمة، فريق سيرفيت تعادل هزيمة و3 انتصارات. أفضل توقع لمقابلة في الدوري السويسري عدد الأهداف، أي كلا الفريقان يسجلان جول مع إمكانية كذلك أن يشهد اللقاء تسجيل 3 أهداف أو أكثر، هذا هو أفضل توقع لمقابلة من الدوري السويسري. دائما الدوري السويسري مشهود له بتسجيل أهداف كثيرة، لذا أفضل توقعين على الأهداف كلا الفريقان يسجلان مع إمكانية أن يشهد اللقاء تسجيل 3 أهداف أو أكثر، هذا هو أفضل توقعين للقاء. بالنسبة للمقابلة الخامسة، الدوري اليوناني الجولة 23، أيك أتيني يستقبل فريق كيفيسيا. ترتيب الناديان: أيك أتينا في الرتبة 3 49 نقطة، كيفيسيا في الرتبة 3 16 نقطة. آخر لقاء جمع ما بين ناديين انتهى بالتعادل إيجابي 0-0. ال5 مقابلات الأخيرة لكل نادي: كيفيسيا حقق تعادلين انتصار وهزيمتين، أيك أتينا تعادل هزيمة و3 انتصارات. أفضل توقع للمقابلة أن يشهد اللقاء تسجيل 3 أهداف أو أكثر، أوفر 2.5، هذا هو أفضل توقع لمباراة الدوري اليوناني. المقابلة السادسة، الدوري الإيطالي الجولة 25، فروزينوني يستقبل أيس روم. ترتيب الناديان: فروزينوني في الرتبة 4 23 نقطة، أيس روم في الرتبة 6 38 نقطة.
آخر مواجهة جمعت الناديان جاءت لصالح روما هدفين مقابل صفر داخل الميدان. الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي، روما حقق تعادل هزيمة وثلاث انتصارات، فروزينوني ثلاث هزائم تعادل وانتصار. أفضل توقع للمقابلة كلا الفريقان يسجلان جول جول زائد إمكانية أن يشهد اللقاء تسجيل ثلاث أهداف أو أكثر. هما أفضل توقعين لمواجهة فروزينوني وروما. بالنسبة للمقابلة السابعة والأخيرة الدوري الإسباني لا ليغا الجولة 25، مايوركا يستقبل فريق ريال سوسيداد. ترتيب الناديان: مايوركا في الرتبة 16 23 نقطة، ريال سوسيداد في الرتبة 7 37 نقطة. آخر مواجهة جمعت الفريقين تاج بالتعادل السلبي في ذهاب مباراة الكأس، مايوركا تعادل أمام سوسيداد داخل الميدان 0 مقابل 0. الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي: ريال سوسيداد حقق هزيمتين ثلاث تعادلات، مايوركا انتصارين تعادل وهزيمتين. أفضل توقع للمقابلة أن ينتهي شوط اللقاء الأول بالتعادل، هذا هو أفضل توقع للقاء مايوركا وريال سوسيداد. هذا هو أفضل توقع للقاء مايوركا وريال سوسيداد. هذا الأصدقاء من توقعاتي وتحليلي لسبع مقابلات يوم الأحد. في الأخير كرة القدم ليست بعلم صحيح، يمكن أن أصيب أو أخطئ في لقاءات يوم الغد. حظ موفق للجميع.